وديني التلبيسي تاريخ 2/8/2012. نحن على المنازل المحيطة بهذه المدينة التي يحاول الجيش الأسدي عبر هذه المنازل اقتحام المدينة منذ أكثر من 20 يوم على التوالي، ولكن بفضل الله وحمده ثوار هذه المدينة الأبطال يقومون للتصدي لهذا الجيش، مما يدع الجيش لاستخدام أساليب دنيئة في تدمير المنازل بشكل كامل من جدران وتهديم للأساس. فهذه هنا كانت إحدى غرف النوم، وهذا ما تبقى منها. علما أن الممتلكات في هذه المدينة تم سرقتها من قبل قوات الأسد الغاشمة، والممتلكات التي لم يقم الجيش بسرقتها قام بإحراقها بشكل كامل، مما أدى إلى دمار المنازل بشكل كلي على محيط هذه المدينة. هذا ما تبقى من إحدى الغرف في هذا المنزل، فقط الركام والدمار، وهذا أثر الحرق الممنهج. إن مدينة البيسي تتعرض لإحدى الحملات البربرية الشرسة. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا الصورة تتكلم لكم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ما يحل بمدينة البيسي منذ أكثر من 60 يوم على التوالي. لم يبقى صور الركام، أو كأنه كان في ماكينة خياطة. هذا ما تبقى منها، تبقى منها الحديد فقط. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه هي الممتلكات الخاصة في هذه المدينة التي يتعب الناس بها طول عمرهم لبناء المنزل وتجهيزه بأساس فخم، تقوم جنود الأسد بكل بساطة بتدميره بشكل كامل. ولكن إن التاريخ لن ينسى من وقف مع الثورة السورية، وأخص بالذكر أنه لن ينسى صمتكم أيها العرب. نعم، صمتكم أيها الحكام العرب لن ينساه الشعب السوري ولن ينساه التاريخ مهما حصل. الثورة السورية مستمرة منذ أكثر من 500 يوم على التوالي، والشعب السوري يقتل ويذبح، والنظام يقف معه روسيا والصين، ونحن لا يقف معنا سوى رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، والثورة مستمرة في مدينة البيسي بإذن الله حتى آخر قطر الدم من أي واحد من هذا الشعب في هذه المدينة. لن نستسلم، الشهادة والنصر مستمرون. تلبيسي تاريخ 2/8/2000